أعلنت وزارة الكهرباء بدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية كومومبو أسوان بقدرة 200 ميجاوات من خلال شركة أكوا باور. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة. قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر إن المؤتمر للاستثمار المصري الأوروبي عكس حرص الجانب الأوروبي على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، وأضاف أن المؤتمر استهدف تعزيز التعاون خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر جاء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في منتدى الكوميسا للاستثمار في تونس، واستعرضت الهيئة الجهود التي قامت بها مصر لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار والميزة التنافسية للاستثمار في مصر وخطة التنمية الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت 4 مليارات و400 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.891 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 73% ليغلق عند مستوى 27,969 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 86% ليغلق عند مستوى 6,247 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 96% ليغلق عند مستوى 9,071 نقطة. ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتوقعات نمو كبير في استهلاك الوقود في فصل الصيف وتخفيضات أوبك بلس للإنتاج في الربع الثالث من عام 2024. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.5% لتسجل 85 دولارا و42 سنتا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 53% لتسجل 81 دولارا و97 سنتا للبرميل.